نواقض الإسلام. الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نصلي، وإذا عملنا أي ناقض من نواقض الوضوء كده لا تصح إيه الصلاة. برضو الإسلام ليه نواقض لازم إن احنا نتعلمها ونحذر غيرنا منها عشان ما نقعش فيها. طيب ايه هي الردة؟ الردة هي الكفر بعد الإسلام، والردة تكون باعتقاد معين أو قول معين أو فعل معين. طيب الردة بالاعتقاد إزاي؟ في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الشرك من الحاجات اللي لو المسلم عملها بتخرجه من الإسلام. طب إيه صور الشرك اللي نحذر منها؟ الشرك بالله في الطاعة. يعني إيه شرك بالله في الطاعة؟ اعتقاد إن هناك ما يطاع طاعة مطلقة مع الله سبحانه وتعالى. شرك الدعاء ده الشخص اللي بيعمل بينه وبين الله وسيط، يسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، زي دعاء مثلا الأموات: يا مثلا يا شفيعي اشفي لي بنتي، يا حسين ابني لسه ما اتجوزتي، وتقعد تعيط هناك وتتوسل. والشرك بالله في المحبة، يعني يحب مخلوق كما يحب الله سبحانه وتعالى. والشرك بالله في القدرة والعلم، يعني المسلم يعتقد مثلا ان في حد تاني له قدرة الله على مثلا إحياء الموتى، أو له قدرة الله في التصرف في الكون، يعني يخلي واحدة ما بتخلفش تخلف، يخلي واحد ميت يصحى، يعني يعمل حاجة كده لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، كاعتقاد إن هناك من يعلم الغيب مع الله. وده طبعا في فرق منحرفة بتدعي ده، حد تاني ممكن يعلم الغيب مع الله، أو إن ولي يعلم الغيب مع الله. والحاجة التانية الاعتقاد اللي ممكن يفسد إسلام المسلم هو التكذيب أو الكفر. الكفر يعني التغطية والإنكار، ولأ ومفيش كلام دوت، ويقعد يرفض أو يستكبر إنه يتبع الشريعة الإسلامية، أو إنه يعرض عنها تماما، مش عايز يعرفها، مش عايز يتعلمها. الكفر يعني لا بقى تكذيبا، لا استكبارا. وفي كمان اعتقادات تانية فاسدة إذا اعتقدها المسلم خرج من الإسلام، زي إيه؟ أن غير هدي النبي أكمل من هديه، أو إن في حكم أحسن من حكم النبي عليه الصلاة والسلام، أو من اعتقد أن الأنظمة والقوانين اللي بيسنها البشر أفضل من الشريعة الإسلامية، أو مساوية ليها، أو هي أو مش فارقة، أو إن مثلا الشريعة الإسلامية دي لا تصلح في العصر الحديث، وإن هي سبب كمان لتخلف الناس، وإن دي شؤون حياتنا وإحنا يعني حرين فيها. كل ده كله من الاعتقادات الفاسدة اللي بتخرج بره الملة. أو مثلا الشفقة على قطع يد السارق أو رجم الزاني، وإن الحكم ده صعب، أو الحكم ده تعدد، ده في ظلم، أو إن الحجاب ده صعب جدا وليه يا رب وكده، والاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. يا جماعة من الحاجات اللي بتخرج بره الملة. طب هو أصلا إيه اللي خرج الشيطان من رحمة ربنا غير إنه اعترض على أمر من أوامر ربنا؟ مشكلته الوحيدة هو إنه مش عاجبه إنه يسجد لآدم، مش عاجبه حكم الله. أو مثلا في بعض يعني الغلاة من الصوفية بيدعوا إن يعني أنا الشريعة دي نازلة لسبب معين، وهي إن أنا يبلغني اليقين أو أصل إلى حالة اليقين، وأنا خلاص كده وصلت إلى حالة اليقين، فأنا مش محتاج إن أنا أصلي أو أصوم. ده برضو إيه من الحاجات اللي بتخرج من الإسلام. أو استباحة ما حرم الله، أو حرم ما أحل الله. حلال والحرام دي حاجة مش بتاعتنا، دي حاجة خاصة بالله سبحانه وتعالى.
والاستحلال ده فيه من نوعين، استحلال في الظاهر يعني يصرح كده ويقول على الحلال حرام أو الحرام حلال، والتاني في استحلال باطن يعني من ما بيقولش بيه، يعني مش بيصرح بيه، هي حاجة في القلب وتكون من غير شبهة، فهو كده بيكفر بينه وبين الله ولكنه في الظاهر مسلم. فاللي بيخرج من الملة مش الذنوب، اللي بيخرج من الملة اعتقاد استحلالها ان هي مش حرام. طيب ايه كمان؟ من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم، يعني ربنا يقول على ده كافر والشخص يقول لا ده مش كافر، او يشك ويقول الله اعلم، هو حد عارف؟ فالمفروض ان الله سبحانه وتعالى اذا قال على مثلا فرقة او طائفة ان هم كفار فلازم احنا كمان نقول ان هم كفار. فاليهود والنصارى كفار، والدليل على كفر اليهود والنصارى زي مثلا في سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم. أي حد مكذب بالقرآن أو مكذب ببعض آيات القرآن أو بيقول بغير ما قال القرآن فهو كافر إجماعا. وفي سورة النساء برضو: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني عايز يؤمن باللي على مزاجه ويكفر باللي على مزاجه، مش يؤمن باللي فرضه ربنا سبحانه وتعالى هو يؤمن به، أولئك هم بأمين أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فاللي بيقول عن النصارى ليسوا كفار فهو مكذب لكلام ربنا سبحانه وتعالى اللي قاله في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وفي سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. طيب إيه كمان؟ من أبغض شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو عمل به برضو، يعني تبغض الحجاب ومحجبة تخرج برا الإسلام، تخرج برا الإسلام. طب إيه الدليل؟ في سورة محمد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ده مش معناه أبدا أن احنا نكفر حد يا جماعة، احنا بس بنحذر بعضينا كده، خدي بالك أنك أنت لا تكوني كرهة، فيا كرهة حاجة من شرع ربنا صلي ركعتين وبعد الركعتين دول قول يا رب أنا بكره الحجاب، أنا بكره التعدد، أعمل إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هيشرح صدرك للإسلام وعدم كراهيتهم، وهو ربنا سبحانه وتعالى إذا لجأت إليه هيحللك المشكلة دي. طيب في ردة بالأقوال، يعني كالعياذ بالله سب النبي أو سب الله أو دعا غير الله أو استغاثة أو استعانة أو استعاذة بغير الله، يعني في ناس بتدعو النبي أو تدعو ولي أو تدعو جني تستغيث بيه تستعين بيه، كل كلامنا جماعة شرك أكبر يخرج برا الملة. أو الاستهزاء بالدين، فمن استهزأ بشيء من الدين أو بالثواب أو بالعقاب كل ده كله يخرج برا الملة. وفي برضو أفعال تخرج برا الملة كإلقاء المصحف في مكان قذر أو السجود لصنم أو عبادة القبور والأموات، وكل ده دليل على عدم التصديق. وفي بقى ردة بالترك، يعني هو ما عملش حاجة خالص، يعني ولا آمن ولا كفر ولا صدق ولا كذب، وهم دول المعرضين عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل في سورة السجدة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. يعني اتعرض عليه تعالى نروح المسجد، تعالى اتعلم دينك، تعالى صلي، طب تعالى اعلمك الصلاة، مفيش، مش عايز لا يسمع ولا متقبل اي حاجة خالص عن دين الاسلام. يا ترى بقى ايه هو حكم من فعل او قال بناقض من نواقض الاسلام على سبيل الهزار بهزر؟ العلماء قالوا لنا لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهزار والجد. طب ايه هو حكم المرتد؟ اذا كان المسلم عاقل بالغ مختار
وكان مستوفيا لشروط الردة بيحكم على فاعله بالخروج من الإسلام، هيهدر دمه ويقتله الإمام أو الحاكم أو نائبه كالقاضي، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. الدليل على قتل المرتد والحديث في البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب، إيه حكم من فعل ناقض من نواقض الإسلام باعتقاد أو فعل أو قول وهو عن جهل؟ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: فكل من كان مؤمنا بالله ورسوله مصدقا لهما ملتزم بطاعتهما وأنكر بعض ما جاء به الرسول جهلا أو عدم علم أن الرسول جاء به، فإنه وإن كان ذلك كفر، ومن فعله فعل فهو كافر، إلا إن الجهل بما جاء به الرسول يمنع من تكفير هذا الشخص المعين. يعني لو شفنا حد بيسجد لقبر نقول الفعل فعل كفر، لكن صاحبه ليس بكافر حتى يقام عليه الحجة، يعني يتاخد كده يتقال له أنت بتعمل كده ليه؟ طب أنت إيه علمك بالمسألة؟ ويعلم، ولو كان عنده شبهة بيزيلوها عنه، يعني مش على طول كده تعالى أنت بتسجد لصنم على طول أنت إيه في النار، لأ، في شروط لتكفير. التكفير، الحكم بالتكفير والتفسيق مش لينا، بل هو لله سبحانه وتعالى وللرسول، فهو من الأحكام الشرعية اللي مردها الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيهم جدا، فلا يكفر ولا يفسق إلا من الكتاب والسنة، مش إحنا العلماء وولي الأمر. فالشخص اللي بيعمل حاجة ليست من الدين برغم أنه مخالف للنصوص الشرعية، ده مش معناه أنه كافر، ولا يجوز تكفير الفاعل لمجرد أنه عمل أو قال. ولو كفرنا كل من خالف الشرع لكفرنا جماهير المسلمين، فالأصل في المسلم أنه هو ظاهريا كده لنا مسلم حتى يتحقق زوال ذلك بدليل شرعي. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. طيب إيه بقى شروط التكفير أو التفسيق عشان تعرفي قد إيه صعبة، فما تخشيش في الموضوع ده خالص وما تتكلمش فيه؟ أن يكون عالما بالمخالفة. في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني لازم الأول حد يبين للشخص ده الهدى. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. يعني إيه؟ يعني لازم يكون مقتنع تماما، مفيش حد جبره ولا حد لعب في دماغه. في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني شرط التكفير انشراح الصدر بالكفر، يعني مقتنع تماما، مش عنده شبهة ولا زعلان شوية ولا عنده حالة نفسية ولا زعلان من ربنا في حاجة ولا زعلان من الدنيا في حاجة. ومن الموانع أن يكون متأولا، يعني يكون عنده شبهة أو ظن، فالتكفير لا يكون إلا بعد ارتفاع الشبهة دي وارتفاع الجهال عنه. طب والدليل؟ في سورة الأحزاب: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. طيب والعلماء قالوا لنا إيه فيما أخطأتم به؟ تفسيرها إيه؟ الجهل يقع من ضمن الخطأ، والشبهة تقع برضو من ضمن الإيه؟ الخطأ. قال شيخ ابن عثيمين: والجهل بلا شك من الخطأ، فإذا فعل الإنسان ما يوجب الكفر
من قول أو فعل جاهلا بأنه كفر، أي جاهلا بالدليل الشرعي، فأنه لا يكفر. فالإمام أحمد رضي الله عنه ترحم على الخلفاء الذين تأثروا بمقالة الجهمية اللي زعموا أن القرآن مخلوق، واستغفر لهم لعلمه بأنه لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ما كانوش عارفين، أخطأوا. فالنصوص كلها بتدل على إن لا تقام الحجة على العباد إلا بعد العلم. في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي سورة التوبة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الآيات دي كلها يا جماعة بتدل على إن المكلف ليس مطالبا بالتكاليف الشرعية إلا بعد علمه بها. وإن كان هو قادر على إنه يتعلم وعنده القدرة على العلم وعنده أسباب للعلم ده وما تعلمش، فهو آسم وساعتها لا يعذر بالجهل. وسئل الشيخ عبد الرازق عفيفي عن القبوريين الذين يعتقدون في الموتى ويطلبون منهم، فقال الشيخ رحمه الله: هم مرتدون عن الإسلام إذا أقيمت عليهم الحجة، وإلا فهم معذورون بجهلهم. يعني الجاهل اللي ما وصلوش العلم، مش الجاهل هو اللي قدامه العلم ورفض انه يتعلم، ده الجاهل، لا ده مش ده الجاهل. فالواجب على كل مسلم انه هو يخشى على نفسه من الشرك ويطلب العلم الشرعي اللي ينجيه. فسيدنا ابراهيم كان بيقول ايه: واجنومي وبني ان نعبد الاصنام. يعني سيدنا ابراهيم كان خايف على نفسه وعلى ذريته من الشرك. فيجب عليك انت كامراه مسلمه انك انت تتعلمي التوحيد، لانك انت اللي هتبني اسره وانت اللي هتعلمي اولادك، هتبقي وزيره لزوجك، فلازم تكوني على علم بدينك، العلم الضروري. مش بقول لك كل العلم، لا، العلم الضروري. وعلم التوحيد يا جماعه من العلم الضروري. فطلب العلم في منه فرض عين وفي منه فرض كفاية. ففرائض الوضوء وكيفية الصلاة والتوحيد دي من أساسيات الدين، اللي هي فرض عين على كل واحد مسلم ان هو يتعلمه. وفي النهاية بقى لازم ندعي كده ان ربنا سبحانه وتعالى يجنبنا الشرك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم.